متواصلون معكم مشاهدينا الكرام في الصفحة الأولى. أستاذ حسام إبراهيم، أهلا بك مرة ثانية. أستكمل معك هذا الجزء من الحلقة بآخر الأخبار التي كتبت عن تطور تنظيم داعش في العراق وتحديدا في محافظة الأنبار. هاجم تنظيم داعش مصفات بيجي، وهي أكبر مصفات للنفط في العراق وتقع في كركوك. وفقا لتقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط، صحيفة الوسط البحرينية عفوا، فإن القوات لا تزال تسيطر على المصفى، لكن الاشتباكات تبدو شديدة الخطورة. في محيط الرمادي تستمر المعارك بين تنظيم داعش والعشائر. صحيفة العرب اتهمت الحكومة العراقية بالتهاون في مطلب تسليح العشائر، والنتيجة هي تعرض أبنائها لمذابح على أيدي التنظيم المتطرف. في محاولة لاستدراك الموقف، سارع رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بإصدار أوامره لإرسال كمية كبيرة من الأسلحة إلى محافظة الأنبار، كما تم الدفع بثلاثة أفواج مدرعة إلى البوفراج شمالي رمادي بحسب صحيفة الصباح الجديد العراقية. صحيفة الحياة من ناحيتها أبرزت اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء العراقي غدا في واشنطن لبحث شراء طائرات من دون طيار وأسلحة تقدر بالمليارات على أن يؤجل سداد ثمنها. لماذا يبدو صعب الآن استنساخ سيناريو معركة تكريت وتطبيقه بحذافيره في محافظة الأنبار، ولماذا يبدو أن معركة الأنبار قد فشلت حتى قبل أن تبدأ؟ لأن الظروف الاستراتيجية المرتبطة في الوضع في الأنبار أكثر تعقيدا من تكريت، لأنه بداية ما أوجه هذا التعقيد؟ بداية الأنبار معظمها تركز من القطاعات أو المكون السني، هناك بعض منهم أو بعض من العشائر السنية متعاطفة مع التنظيم بشكل أو بآخر، هذا جزء. الجزئية الثانية أن انتشار الميليشيات الشيعية في الأنبار أقل عما كان في تكريت. النقطة الثالثة أن الدعم الجوي واللوجستي التي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية في معركة تكريت أكبر منه من الوضع في الأنبار. طيب، لكن تشير التحليلات والتقديرات الصحفية إلى أن المشكلة تكمن في نقص العتاد ونقص الأسلحة التي يتمتع بها العشائر السنية في محافظة الأنبار، وهذا ما قد يؤدي إلى تراجع وتقهقر هؤلاء أمام التنظيم. لماذا لم يتم تسليح هؤلاء كما حدث مع قوات الحشد الشعبي مثلا؟ لأنه الأمر فيما الحكومة العراقية تواجه الآن وضع نقص في العتاد العسكري أو في الأسلحة، وهذا بشكل أو بآخر مرتبط بزيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. النقطة الثانية أن التسريع تسليم الأسلحة إلى العشائر السنية يتسم ببطء إلى حد ما. طيب، حيدر العبادي من المفترض أن يطلب من الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن يعطيه طائرات من دون طيار وأن يسلحه أسلحة ربما يؤجل دفع ثمنها إلى وقت لاحق. هل تعتقد أنه قد يوافق أوباما على هذا الطرح؟ وإن وافق، هل ربما يفرض هذا شروطا على طبيعة المعركة والقوات المشاركة فيها أيضا؟ نعم، من المتوقع أن يوافق الرئيس الإدارة الأمريكية والرئيس باراك أوباما على تسليح العراق في ظل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين البلدين. النقطة الثانية أن توقيت تسليم الأسلحة إلى العراق يرتبط بموافقة الكونغرس. وماذا سوف يحدث في الزيارة؟ أن رئيس الوزراء العراقي سوف يطلب قائمة من الأسلحة والمعدات من الولايات المتحدة الأمريكية، وبدوره سوف يعرض الرئيس الأمريكي على الكونغرس. الكونغرس من المرجح أن يوافق في ظل المعركة التي تواجهها الحكومة الأمريكية في مواجهة تنظيم داعش. لكن المسألة أن ترتبط بنقطتين، النقطة الأولى تتعلق بطريقة وآلية الدفع الخاصة بهذه الأسلحة، وما أثير في هذا الإطار أنه سوف يتم تأجيل دفع أو في مرحلة لاحقة، لأنه العراق يحتاج الآن الأسلحة لكنه يواجه نقص في السيولة المالية. أن النقطة الثانية ترتبط بأن طائرات الأباتشي التي سوف ترسلها واشنطن إلى بغداد، المشكلة أن هناك نقص في الطائرين العراقيين المدربين على استخدام هذه، وما يؤكد أن واشنطن سوف تسعى لتسليم العراق هذه الأسلحة أن واشنطن تخشى من نفوذ طهران في بغداد، فتحاول بقدر الإمكان جذب أن تعيد التوازن إلى المنطقة من خلال هذه الخطوة. صحيح. طيب، أنتقل معك الآن إلى ملف هو الأبرز في هذه الحلقة مع اقتراب موعد إعلان هيلاري كلينتون
وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة لعزمها خوض السباق الرئاسي في 2016. من المفترض أن يكون هذا الإعلان اليوم، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان بصورة واضحة، ولكن هي فرصة لكي نفتح هذا الملف بشكل واضح. قالت صحيفة واشنطن بوست إن هيلاري كلينتون المرشحة المحتملة للرئاسة الأمريكية تعمل منذ شهور في الظل على حملتها الرئاسية، تهاجم الجمهوريين وتبني قاعدة شعبية قوية، تلقي شعارات المساواة والعدالة الاقتصادية لتدغدغ بها مشاعر الطبقة الوسطى، كما أنها تملك فرصة لتصبح أول امرأة تدير البيت الأبيض. لكن سياسة كلينتون الخارجية قد تبقى تطاردها. مجلة فورين بوليسي ترى أن تأييد كلينتون للحرب على العراق أضرها كثيرا، بالإضافة إلى دعمها للتفاوض مع إيران، وأيضا الهجوم الذي تعرضت له السفارة الأمريكية في بنغازي في عام 2012 إبان توليها وزارة الخارجية. لكل هذه الأسباب ينبغي على كلينتون أن تدرس علاقتها بالرئيس الحالي باراك أوباما، تقول The New York Times الأمريكية. فكيف يمكن لهيلاري كلينتون أن تقدم نفسها كبديل أفضل من الرئيس الحالي دون أن تنتقد سياسته؟ المشكلة تكمن في أنها شاركت في تنفيذ تلك السياسات لأعوام. هذه النصيحة عمل بها السناتور ماركو روبيو المرشح المحتمل أيضا للرئاسة. فوفقا لصحيفة واشنطن تايمز الأمريكية، اتهم روبيو الرئيس باراك أوباما بأنه ضعيف، وقال إن هذا الضعف لا يؤدي لا للاستقرار ولا للسلام. المرشح الجمهوري أيضا جيب بوش صار على الخطى نفسها، داعيا أوباما إلى التركيز على محاربة تنظيم داعش. في نظرة سريعة على المرشحين، هناك تيد كروز السناتر عن ولاية تكساس، وهو أول من أعلن عن ترشحه أو عن عزمه خوض السباق، تشي تصريحاته بأنه محافظ بامتياز. هناك أيضا راند بول المرشح الجمهوري. لو نظرنا للجانب الديمقراطي، هناك جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي، وهناك على رأس القائمة أيضا هيلاري كلينتون. ما الفروق التي تراها بين هؤلاء المرشحين، ولو حتى انطباعات أولية؟ الفروق تكمن فيما يطرحه الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن قضايا السياسة الداخلية والسياسة الخارجية. بداية، هناك الحزب الجمهوري أكثر تحفزا من الحزب الديمقراطي. الحزب الديمقراطي يتبنى توجه ليبرالي وسياسة ليبرالية فيما يتعلق بقضايا العمال وقضايا المهاجرين والوضع الداخلي. فيما تحديدا فيما يعنينا في قضايا الشرق الأوسط، فإن المرشحين الجمهوريين سوف يكونوا أكثر تشددا عن تبني سياسة خارجية متشددة كما هو حال الحزب الجمهوري، على العكس فيما يتعلق بالحزب الديمقراطي أو مرشحي الحزب الديمقراطي. ولو كان بعضهم هناك تباين في السياسة مع الرئيس أوباما، ولكن سوف بشكل أو بآخر سوف يسير على نفس النهج. طيب، نقطة أخرى أود أن أطرحها معك. يعني في أثناء انتخابات عام 2012 كنت أسمع الكثيرون يتحدثون عن نسبة المشاركة أو ما يسمى بالتيرن أوت. هناك يعتقدون أن نسبة المشاركة تحدد شرعية الرئيس وشرعية النظام. في انتخابات عام 2012 بلغت نسبة المشاركة تقريبا 55%. أغلب الظن أن هذا كان بسبب أن أوباما يعول على الأقليات وأصحاب أيضا الأصول الإفريقية والعربية. هل تتوقع أن تأتي الانتخابات المقبلة لتحافظ على نفس النسبة أم تأتي بأقل منها؟ سوف تكون في نفس الحدود أو أقل بدرجة أو بأخرى، لأن هيلاري كلينتون أو مرشحة الحزب الديمقراطي في تحركها أو حملتها الانتخابية سوف تستهدف نفس الفئات الانتخابية التي عمل الرئيس أوباما في السابق على استهدافها، وتحديدا المرأة والشباب والفئات من أصول عرقية مختلفة. ولكن هي لها مقاربة مختلفة فيما يتعلق بالأقليات والمسلمين والعرب، تختلف عن مقاربة باراك أوباما تماما. هذا صحيح، ولكن هي تعمد في مقاربتها لهذه الأقليات لحشد أكبر قدر من الأصوات حتى ولو هي تبنت سياسات مختلفة عن سياسات الرئيس أوباما. طيب، أعود معك لمسألة المرشحين وأعرج قليلا على هيلاري كلينتون، لأنه البعض يعتبر أنها المرشحة الأوفر حظا. هيلاري كلينتون تولت وزارة الخارجية الأمريكية في الفترة ما بين 2009 وحتى 2013، وهي فترة طبعا حساسة بالنسبة للشرق الأوسط، وتعد ذروة ثورات أربعة
العربي في المنطقة. يعني هل يمكن أن يعود هذا الإرث ليطاردها فيما بعد كما قالت إحدى الصحف التي نقلنا عنها منذ لحظات؟ بشكل أو بآخر سوف يعود هذا الإرث يطاردها، خاصة من الكتاب الذين انتقدوها في السابق وتحديدا في ملفي العراق وليبيا وما حدث. ولكن بشكل عام هذا أضيف فقط إلى ما تقول أنه هي لها مواقف داعمة للحرب أو غزو العراق، وأيضا كانت تشجع مسألة تسليح المعارضة السورية، وكانت تشجع بقاء الرئيس المصري حسني مبارك في السلطة، أو على الأقل كانت أكثر تحفظا في مسألة الإطاحة به. هذا صحيح، ولكن حينما نتحدث عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية بشكل أساسي يجب أن نلفت نظرنا إلى أن البعد الأهم فيها هو القضايا الداخلية أكثر من القضايا الخارجية. ربما الوضع الملتهب في الشرق الأوسط الآن يكون جزء من النقاش أو محور من المنافسة الانتخابية بين الديمقراطيين والجمهوريين، ولكن بشكل أو بآخر سوف تعمل هيلاري كلينتون على التركيز على الإنجازات التي قامت بها في أثناء قيادة وزارة الخارجية، وتحديدا فيما يتعلق بإعادة التوجه نحو آسيا ومنطقة الباسيفيك. ويظل أن الانتقادات ستكون لها انتقادات نخبوية أو من الكتاب والصحفيين، لكن الناخبين الأمريكيين بشكل أساسي سوف يركزون على الطرح الخاص بها فيما يتعلق بالاقتصاد. طيب لو تحدثنا عن طبيعة هذه الانتخابات المقبلة، يعني كل انتخابات لها ملف يتصدر ويصبح هو في واجهة اهتمامات أو ربما توجهات الناخب الأمريكي. في انتخابات 2012 كان ملفا الاقتصاد والسياسة الخارجية هما الملفان الأهم والأبرز. ما العنوان العريض الذي يمكن وضعه للانتخابات المقبلة من حيث اهتمامات الناخب الأمريكي؟ نفس الأمر سوف يتكرر بدرجة أو بأخرى. الاقتصاد سيكون في الأولويات، والنقطة الأخرى سوف تتعلق بالوضع في الشرق الأوسط وتحديدا مكافحة داعش، وفيما يتعلق بالمواجهة الحديثة بين الولايات المتحدة وروسيا، أو قضية فكرة النفوذ الأمريكي على المستوى العالمي. طيب يعني بين الصحفيين العرب هناك اتجاه عام إلى التعويل بشكل كبير على هوية الرئيس الأمريكي المقبل، واعتبار أنه أجندة هذا الرئيس قد تغير من ملامح منطقة الشرق الأوسط، ويتبدى هذا واضحا في يعني الأمال العريضة التي استقبل بها باراك أوباما عندما تولى الحكم في أول فترة رئاسية، ثم في انخفاض كل هذه التوقعات فيما بعد. هل المشكلة في السياسة الخارجية أم في المعولين عليها من الأساس؟ حقيقة المشكلة فيما يتعلق في المعولين على هذه السياسة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تتبنى سياسة تتعلق بحماية مصالح الأمن القومي الأمريكي. في كثير من الأحيان في كثير من هذه الأحيان أن مصالح الأمن القومي الأمريكي تتعارض مع مصالح الأمن القومي العربي. ففي هذا الإطار كما هو حدث مع إيران في الوقت الراهن أو الاتفاقية النووية مع إيران، التوجه الأمريكي يختلف تماما عن التوجه العربي. أن النقطة الثانية، وهناك تغير استراتيجي حادث في منطقة الشرق الأوسط يجب أن نعيه جيدا حينما نربطه بملف الانتخابات الرئاسية الأمريكية، هو يتعلق بمدى قدرة ونفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. هذا النفوذ بدأ يتضاءل مؤخرا. النقطة الثانية أن السياسات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط أصبح يصنعها الفاعلون داخل المنطقة، وإذا نظرنا إلى عاصفة الحزم كنموذج ومثال لهذا، الفعل أو السياسة من داخل المنطقة أكثر من التحرك الأمريكي أو النفوذ الأمريكي. النقطة الثانية ترتبط بفكرة أن الرئيس أوباما واجه وضعا استراتيجيا مختلف في منطقة الشرق الأوسط عن التي ستواجهه المرشحة هيلاري كلينتون. ولا نعرف ما الأوضاع التي قد تواجهها هيلاري كلينتون في حال قررت الترشح، وفي حال قرر غيرها أيضا الترشح. يعني دعنا ننتظر لكي نرى ما سوف تسفر عنه الأمور. في نهاية هذه الحلقة أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ حسام إبراهيم، رئيس برنامج الدراسات الأمريكية بالمركز الإقليمي للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة. أشكرك شكرا جزيلا على تلبية هذه الدعوة. الشكر موصول لكم أيضا مشاهدي الغد العربي ومتابعي الصفحة الأولى. غدا لقاء جديد مع آخر الإصدارات الصحفية. أنا هبة جلال، أحييكم وإلى اللقاء.